السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على البيم implementation، ازاي ادخل البيم جوه الشركة اللي انا شغال فيها، ودي من الامور المهمة جدا جدا اللي لازم نعرفها. اولا ايه هو البيم؟ يعني لو انت عايز تقنع حد ان انت تدخل البيم في شركة، لازم الاول تقنعه ايه هو البيم وتعرفه ايه هو البيم وايه هي المزايا بتاعت البيم. البيم هو ان انا هخلي في نموذج او في تمثيل لكل عناصر المبنى على الكمبيوتر، تمام، بحيث يبقى كل المعلومات موجودة في شكل مجسم، بحيث ان كل الناس تقدر تستفاد منها، وكل الاطراف بتاعت المشروع من اول بدايته لحد نهايته، من المهندسين والمعماريين، الكهروميكانيكا، الانشائيين، المقاول، الاستشاري، المالك، الفاسيلتي مانجمنت، كل دول يقدروا يوصلوا للمعلومات اللي هم عايزينها من النموذج. البيم Building Information Modeling او Building Information Management، ازاي نقدر ندير المبنى. لو انت اشتغلت بالبيم هتلاقي ان هو افضل واسرع وكفاءة اكبر، وان هو بيشتغل طوال فترة حياة المشروع، وان كل الناس تستفاد منه، وكل الناس تقدر تفهمه، زي المالك، الناس اللي هتشغل المبنى بعد ما يتم بنائه، الناس اللي موجودة جوه المبنى، في كل المعلومات اللي ممكن ان احنا نحتاجها، في توفير التكلفة، في توفير للوقت، في زيادة لقيمة المبنى، بيقلل من الكربون في المنطقة، في الهيلسي والسيفتي افضل، بيدينا خدمة افضل. في الاجتماعات بيبقى في الموديل، تقدر تشوف كل المعلومات وتفهم كل المعلومات اللي انت محتاجها، تقدر تدير مبنى افضل، تقدر تفهم المشروع من جميع النواحي. في العادي الاطراف اللي هي الكهروميكانيكال والانشائي بيفهموا المشروع في نهايته، على ما يفهم مثلا المعماري يقصد ايه يكون المشروع خلص. ممكن يكون مثلا هو عامل مثلا 2 سينك فوق بعض، 2 سقف فوق بعض، فعشان تفهمها بتلاقي نفسك خدت وقت. انما دلوقتي ممكن اي حته مش فاهمها بتاخد سكشن 3 دي، تقدر تفهم كل اللي انت عايزه. ففي الاجتماع بنقدر نتبادل كل المعلومات بسهوله جدا من خلال الموديل 3 دي وال 4 دي. وهو حاليا في الوطن العربي بالتحديد، يعني في مباني كتيره ما اتعملتش قبل كده ومعقده، فصعب ان احنا نخش نشتغل فيها من غير البيم. يعني لو مشروع صغير بشوف اقرب مشروع ليه، يعني مثلا لو احنا بنعمل فيلا بنبدا نشوف اقرب فيلا ليها، ونقول لا في فرق مثلا هنا حمام سباحه وهنا مفيش حمام سباحه، فبنقدر نظبط بحيث ان احنا يبقى عندنا معرفه كامله بالمبنى قبل ما نبنيه. فده مبنى ما اتعملش قبل كده، حاجه معقده، حاجه عاليه جدا، حاجه فيها تفاصيل ممكن بعد ما تعملها تتفاجئ ان في مشكله مثلا كانت بسبب البطارية المحيطة. لما بنعمل بيم ونعمل سيموليشن بنتأكد ان المشاكل كلها موجودة في حسبانها. ممكن تفكر في البيم كأنك انت بتلعب لعبة ليجو، بتبدأ تكون المكعبات وتحط المكعبات وترصها مع بعض، وكل الانفورميشن موجودة في اي مكعب، اي مكعب بتعمل عليه سيليكت بيديك كل المعلومات اللي انت عايزها. ولو انت شغال صح هتلاقي شكل المبنى اتكمل معاك، مفيش اي قطعة ناقصة، مفيش اي قطعة زيادة. ففي الاخر هيطلع لك المنظر بكل التفاصيل، وتقدر تلاقي كل المعلومات اللي انت عايزها في قلب المبنى. يعني زمان كان بيبقى فيه مثلا لوحة اوتوكاد منفصل عن ملف الاكسل اللي فيه الحصر، منفصل عن الاسكادول، الدور الاول منفصل عن الدور الثاني عن الدور الثالث. لا دلوقتي كله مع بعض، تقدر تاخد كل المعلومات اللي انت عايزها من الموديلنج، وتقدر تاخد تسعير كويس، تعرف المبنى هيكلف قد ايه، تقدر تاخد اي صورة انت عايزها، تقدر تعمل اي سيكشن انت عايزه بسهولة تامة. فالناس اللي بتقول احنا شغالين كاد مكسب كتير بس هو في نقص او في مشاكل، هو ده اللي ادى لظهور البيم. الكاد بيشتغل 2D، انما البيم بيشتغل 2D و 3D و 4D و 6D زي ما انت عايز. العناصر بتاعت البيم مش ذكية مع بعض، لا هنا العناصر الذكية في قلب البيم. في الكاد بترسم خطوط واقواس، في البيم بترسم حوائط وشبابيك وابواب وهكذا. فالمشروع في البيم بيبقى عبارة عن واجهات، بيبقى عبارة عن سكاشن، بيبقى عبارة عن كل حاجة لوحديها،
تمام. ده المشروع، كل لوحه لوحديها. لو انت عايز تعدل في حاجه بتضطر ان انت تعدل عليهم واحده واحده، واكيد هتنسى واحده فيهم. انما لا، هنا في البيم هو في موديل واحد ونقدر ناخد منه البلان والسكشن وكل الحاجات ديت، ولو تعدل اي حاجه في المشروع بتلاقي كل الحاجات دي تعدلت في نفس الوقت. يعني انا برسم 3 دي بس باخد سكشن، سواء سكشن افقي او راسي، وتقدر تاخد اي قطاع انت عايزه، تقدر تشوف اي حاجه انت عايزها، وكلهم بتعدلوا اوتوماتيك اول ما تعدل اي حاجه في المشروع. ففوائد البيم لا يمكن حصرها. في الطريقه العاديه احنا بنشتغل مثلا كل واحد بيبعت معلومه لحد، فممكن تبعتها لشخص وتنسى تبعتها لحد تاني مع اطراف المشروع كتير. فممكن في معلومه معينه تبعتها مثلا للكهرو ميكانيكال وتنسى تبعتها للانشائي، او تنسى تبعتها للسستينابيلتي. انما في البيم هو موديل وكل الناس بتوصل معلومه، وبتوصل لها المعلومات في نفس الوقت، وسهل جدا ان احنا نعمل موضوع المكلاشات ونقدر نعرف فين المشاكل ونحلها. في درجة كبيرة جدا من الكستمايز او تخصيص العناصر، في درجة من المرونة كبيرة جدا في موضوع البيم. سهل جدا نعمل صيانة للمبنى طوال فترة حياة المشروع. سهل جدا ان احنا نطلع اي وثائق احنا محتاجينها بدون اي تكلفة اضافية، والاسكادولات كلها بتطلع في ثواني، يعني ما بناخدش وقت خالص في موضوع الاسكادولات. وكل الحاجات دي بسبب الانتجريتد ديزاين، هو التصميم نفسه متكامل مع بعض. فالموديل موجود، كل الناس تقدر تاخد المعلومات اللي هي عايزاها من قلب الموديل. حاجة زي دي مثلا لو انت عندك المشروع كده وعايز تعمل حاجة 3D طلبت منك، تاخد وقت منك كتير جدا تعملها. انما في البيم مجرد ان انت عملت الشغل بتاعك تقدر تاخد سيكشن 3D في اي مكان في اي زاوية بدون اي وقت خالص، والتعديل مش هياخد منك وقت خالص. وفي البيم هتحط كل الانفورميشن والبيانات اللي انت عايزها في المشروع في ملف واحد، ملف واحد بيحتوي كل ملفات المشروع. وهنقدر نتواصل افضل مع بعض، بحيث ان ممكن الناس اللي في الموقع والناس اللي في المكتب والناس اللي بتصمم والناس اللي شغالين مع المالك كلهم توصلهم المعلومات في نفس الوقت. في زمان كان حتى لو انت شغال برنامج بيم بس مش باسلوب البيم، بتلاقي ان في نقص في تبادل المعلومات، وهتلاقي كل شويه بتبعت ار اف اي ومشاكل وتستنى الرد وتبعت على الايميل وحاجات زي كده. انما لو انت شغال باسلوب البيم بتلاقي كل الناس بتاخد معلومات من الموديل، ويبقى اسهل كتير في تبادل المعلومات. وسهل جدا ان المهندس يبعت الموديل والكوردينيتور يشوف المشاكل ويبعتها ويقول مثلا في مكان معين المفروض يتعدل. برضو المالك او الكونتراكتور المقاول مع المصمم بيقول مثلا حاجات لنا المكنه الفلانيه فيها مثلا حاجه معينه عايز تركب او اعمل ابديت للمعلومات بتاعتك، فبيبدا يشوف الوثائق ديت ويعمل ابديت للموديل بتاعه، او لو في مشكله يقدر يقول له هتحل ازاي. فالطريقه التقليديه ان في تصميم للديزاين بيختلف تماما عن الشوب دروينج، بيختلف تماما عن الاسبلت. لا، هنا بتبدا بالبيم من البدايه وبيشتغل معاك هو نفس التصميم بتاع الديزاين، بيكون في كل المعلومات الكافيه للشوب دروينج، يعني كل الارتفاعات موجوده، يعني كل الضغطات مكتوب عليها الارتفاعات. ده حتى في لسه القديميه بس كل الانفورميشن موجوده. فالشوب دروينج بيبقى شبه مطابق ليه، لان الكراشات محلوله فمفيش داعي ان احنا نعدل كتير. وبعد كده بناخد الشغل دوت نعمل بيه الاسبلت ونعمل بيه الموديل اللي هنشتغل بيه في موضوع الاوبريشن اند مينتيننس. وحتى لما تيجي تهد المبنى بعد مثلا 50 سنة بتستفاد من الموديل في ان انت تعمل محاكاة لموضوع الهد وتشوف ايه انسب طريقة بدون ما تأذي المباني اللي حواليك مثلا. فبتجيلك مزايا كتيرة جدا من كل المعلومات متوفرة، والناس كتير عمالة تبادل المعلومات مع بعض. البروجكت كنترول، في كل المهام بتاعة البروجكت كنترول البيم بيقدر يتدخل ويقدر يحل الريسك مانجمنت، يقدر يحل الكونتراكت مانجمنت، الستيك هولدر مانجمنت، شينج مانجمنت. البيم بيتدخل في الحاجات ديت بحيث ان هو بيدي معلومات كافية للإدارة انها تتخذ القرار السليم. ومن ضمن الحاجات المهمة جدا في موضوع إدارة المشروع اللي هو الـ Work Breakdown Structure الـ WBS.
ان احنا نقسم المشروع بحيث يبقى اجزاء نقدر نسيطر عليها. في الكات صعب ان انت تعمل سيلكت على لاين وتدي له رقم للدبليو بي اس او تقول له مثلا عايز الجزء الفلاني، انما في البيم نقدر نعمل بارامتر ونحدد لكل عنصر الرقم بتاعه في الدبليو بي اس، فبنقدر نتحكم في الوقت وما بناخدش وقت كتير اثناء التنفيذ في الكلاشات. بنقدر نحل تفاصيل المشروع قبل ما ندخل للسايت، بيكون في فهم كامل للمشروع اثناء التصميم ومعلومات كامله ايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا وازاي هنقدر نحلها، وبنقدر نحدد التكلفه قد ايه من قبل ما ندخل في التسعير. بنقدر نعمل موديل ونحدد بالظبط التكلفه بتاعته هتبقى قد ايه، فده بيديني مقدره كامله على تقدير المشروع هيبقى قد ايه والربح بتاعها هيبقى قد ايه. الكواليتي افضل، المخاطر في الانشاء بتبقى اقل، الكوردينيشن بيبقى افضل، تبادل المعلومات بيبقى اسهل، تحديد المشاكل واكتشافها اسهل بكتير، الاداء افضل واسرع، ووجود حلول للمشاكل دي حاجة كويسة جدا. ان انا اقدر احدد الموقع بتاعي الكرين هيبقى موجود فين والاماكن اللي هيبقى فيها التخزين فين، وانا محتاج الحاجة دي امتى بالظبط بحيث ان ما تجيش حاجة قبليها ولا تيجي بعديها، وفي قدرة تنبؤ على اللي ممكن يحصل في المستقبل، فاقدر اشوف ايه المشاكل واقدر احلها من قبل ما تحصل. البيم والكيت، البيم تقدر تقول ان هو بياخد في مرحلة زي من بعض الوقت، هو تقريبا نفس الوقت بياخده في الكاد، بس في الدوكيومنتيشن الوقت بيقل كتير جدا. طيب كويس جدا ان هو بياخد جهد اكتر في الديزاين، لان القدرة على التعديل في بداية المشروع بتبقى اكتر بكتير من اخر مشروع، زائد ان تكلفة التعديل في الاول بتبقى اسهل بكتير من ان انا اعدل في نص المشروع. بنلاقي هنا ان في توفير في كل حاجه، ده مشروع حقيقي وعملوا عليه التجربه، فلان هو وفر في الاسكيماتيك ديزاين، ووفر في الديزاين ديفلوبمنت، ووفر في مرحله الكونستراكشن دوكيومنتيشن، ووفر كتير جدا جدا في مرحله الكوردينيشن وفي مرحله الوثائق. فلو ان البيم وفر كتير جدا لو اتنفذ صح، وفي امكانيه ان انا اشوف المشروع هيتنفذ ازاي وطريقه وافهم سير عمل المشروع، اقدر اقلل المشاكل واقلل المخاطر اللي ممكن تحصل من خلال ان انا بقدر اقلل عدد ساعات العمل، لان انا بقلل الريورك ان واحد يعمل حاجه وبعد كده اكتشف انها متعلقه بحاجه تانية فيدهش من حاجه تانية، زائد ان انا اقدر اعمل محاكاه واخلي حد شخص وهمي تمام على الكمبيوتر بيمشي، ولو في اكتشف اي مشاكل اكتشف في اي اوبننج يبعت لنا ان في مشكله في المكان الفلاني. من ضمن المزايا بتاعت البيم ان انت خلاص عارف المشاكل ازاي، فبتنزل الموقع تنفذها من اول مره، واي مشاكل تكتشفها بتقلل الفاقد في جزء كبير جدا تقريبا 57% ممكن من تكلفه المشروع. انت عملت حاجه وبعد كده اكتشفت انها متعرضه بحاجه تانية فتفكها وما ينفعش تركب تاني فبتعتبر هيلك. البروكيورمنت ان انا ما اطلبش حاجه قبل ميعادها ولا اطلبها بعد ميعادها، لان لو طلبتها قبل ميعادها محتاج ان انا اجيب مخزن وخزن فيها الحاجات دي، لو طلبتها بعد ميعادها ممكن تحتاج تلاقي شغل واقف لحد ما الحاجات دي توصل. العدد الاستثمار كبير جدا في استخدام البيم حسب اغلب الاحصائيات اللي تمت في الموضوع. امتى يبقى في عدد استثمار غلط؟ لو انا فعلا طبقت البيم غلط، زي فكره اداره المشاريع كويسه جدا، بس لو انا نفذت غلط اكيد هيطلع لي النتيجه غلط. في حاجه اسمها بيم بام بوم، بيلدينج انفورميشن مانجمنت، ده اثناء الديزاين. البيم بيم اسمبلي موديلنج، ده اثناء التنفيذ. وبعد كده البيم اوبريشن مانجمنت، ده اثناء اداره المشروع. فلو انت هنا قدرت توفر مثلا $1 في البيلدنج انفورميشن موديل، هتلاقي نفسك اثناء التنفيذ هتوفر $20 في البيلدنج اسمبلي موديل، هنا في البيلدنج اوبريشن اند اوبتمايزيشن موديل هتوفر $60 لان دي فتره اطول من حياه المشروع، وهتوفر من ناحيه استخدام الكهرباء، وهتوفر من ناحيه استخدام الميه، من ناحيه ان انت بتعمل صيانه للحاجه، من ناحيه الصيانه الوقائيه قبل ما تحصل مشكله تقدر تعمل صيانه. طيب لما نيجي نتكلم على تطبيق البيم بنلاقي ان في ثلاث حاجات اساسيه هي اللي بتعوقه، في مشاكل اجتماعيه، في مشاكل تكنيكال، في مشاكل بيزنس.
دي. واحنا قلنا عن التكنيكال ان في ناس كتير ما تعرفش ايه هو البيم، في مشاكل في ان الناس بتحاول تطبق البيم بنفس فكرة الكاد، في مشكلة في ان الاكواد مش موجودة، في مشكلة في ان حتى الان الاي تي في بعض المشاكل في هاردوير وسوفتوير. بنحاول نحل كل المشاكل دي في بيم اريبيا. من ناحية البيزنس ان انا مبقاش، اولا هو مش اجباري، في بعض الناس تقولك احنا بنكسب كتير من الكاد اللي خلينا نروح هناك، في بعض القوانين مثلا مش واضحة، في حتى الان مثلا بعض الناس تقولك العائد على الاستثمار هيبقى قد ايه، طب انا استنى لما شركات تانية تبدأ وبعد كده انا ابدأ بعديهم. من ناحية السوشيال او الاجتماعية في حتى الان الناس شايفة ان هو بياخد وقت، او الناس مش مقتنعة بيه، او ان هو محتاج تغير في فكرة الادارة، او ان الادارة تتبنى البيم، تبقى عارفة مثلا ان هو اول مشروع هياخد وقت شوية. في دول كتيرة تخطت الحواجز دي وبقى البيم اجباري، بقى ما ينفعش تشتغل في المشاريع في الدولة دي غير باستخدام البيم. زي مثلا امريكا في اماكن كتير جدا خلته اجباري، لو انت عايز تاخد مشروع من مشاريع الحكومة بيبقى اجباري ان انت تشغل البيم. في فرنسا، في ايطاليا، في يونايتد كينجدوم، بريطانيا، في النرويج، في فنلندا، في الدنمارك، في استراليا، في دبي اكتر من 20 دور، في هونج كونج، في الصين، في اليابان، في سنغافورة، في كوريا. دي احصائية بتأكد ان البيم انتشر كتير جدا في امريكا، في البرازيل، في المانيا، وصل لدرجة 80% من امريكا في الشركات شغالة بيم. ده مينستر اوف كابينت اوفيس بيقول بتاع بريطانيا، بيقول لك ان الحكومه لازم تشتغل وتطبق البيم وتخليه اجباري على اساس انها تستفاد من خصائص كتير جدا زي موضوع سبلاي تشين. في تحديات كتير في الشغل محتاجين يبقى في نوع من انواع التعاون، ده اللي هيوفره لنا البيم. دي ورقة من الورق من حكومة دبي ان البيم اجباري ل40 دور، وبعد كده عملوا تعميم اخر خلوه 20 دور، او المباني اللي بتزيد عن 300,000 قدم مربع، او المباني زي المستشفيات والجامعات، او اي مبنى من خلال مكتب اجنبي. ده هنا بيتكلم على ان انا عندي هنا القدرة على التعديل، تمام، والتكلفة ability to impact cost. هنا بيبقى في ممكن إمكانية التعديل وبعد كده كل شوية بتقل، فهنا البيم هو بيبقى موجود في المرحلة ديت، بيبقى سهل إن أنت تعدل فيه، بعد كده بيبقى صعب إن هو يعدل. في الكاد أهوت أغلب شغل موجود هنا، فصعوبة في التعديل. هنا تكلفة التعديل في الأول تبقى بسيطة، فلو أنا اشتغلت في الجزء دوت فعلا خلاص شغل في البيم، هتلاقي الموضوع ده هيسهل لي كتير جدا، عكس لو أنا خليت الشغل في المرحلة ديت في construction documentation بتلاقي واخد وقت كتير جدا. فالبيم بينقلك لمرحلة أفضل في الشغل. هنا الشغل بتاعنا الموجود دلوقتي، ممكن انت في اول مشروع بالبيم بتلاقي في فجوه، او بتلاقي الشغل اقل شويه، انت متوقع ان انت شغال بالبيم فاكيد الشغل هيطلع افضل بكتير، لا، هو الشغل لازم في اول مشروع بيقل شويه، ونقدر من خلال انت بتستعين ببعض الحيل اللي هنتكلم عليها دلوقتي تخلي الشغل بتاعك يبقى افضل. طبعا بيبقى في فجوه في موضوع البيم لو احنا لسه بنتعلم، تمام، لو الفريق كله لسه بيتعلم ففي حيل بحيث ان احنا نتخطى الموضوع دوت. مراحل البيم في الاول الناس يا ده كل حاجه كويسه وبص ايه ده، ايه اللي بيتعمل دوت، بعد كده بتحاول تطبق بتلاقي لسه ما تعرفش بتعمل ازاي، فلا يا عم نرجع للكاد، الكاد اسهل. بعد كده بتلاقي ده الموضوع بقى بيمشي شويه، وبعد كده تلاقي في مشكله فتدلع عليا، وبعد كده تلاقي الامور ماشيه ويعني ان شاء الله ما تدعيش عليا. طيب عشان نعمل بيم امبلمنتيشن محتاج ان انت تدرب الفريق بتاعك، محتاج ان عدد من الفريق بتاعك يكون متدرب، ده هيبقى الاوتبوت بتاعتك الناس متدربة. بعد كده هتقدر
تشتغل في مشروع صغير، وبعد كده يبقى عندك قدرة ان انت تشتغل في اي مشروع، مشروع صغير بحيث ان انت ما تعرضش المكتب لأزمة او توقف الشغل. الناس متوقعة ان البيم يقدر يعمل لي 3D فيزواليزيشن، بيديني شكل كويس وبعمل عليه الكوردينيشن والحصر. ما عرفوش ان احنا ممكن نعمل منه تحليل انشائي، تحليل معماري، تحليل للإنارة، تحليل للرياح، نعمل تقسيم للاجزاء اللي هتشتغل في المبنى، بري فابريكيشن، بنقدر نتكامل مع البيم اند جي اي اس، الليزر سكان، كل الحاجات دي نقدر نستخدمها في خلال البيم. الناس بتقول ان عشان يبقى عندي بيم يبقى انا هشتري سوفت وير، هشتري جهاز، اعمل تدريب، يبقى انا عندي بيم. لا، في حاجات كتيره موجوده لازم تكون موجوده، لو مش موجوده بيحصل مشكله كتيره جدا. موضوع الستاندر، موضوع الورك فلو، موضوع العمليات، مين اللي هيبدا ومين اللي هينتهي، درجه التفاصيل، بيئه العمل اللي احنا شغال عليها، موضوع الكولابريشن، كل الحاجات دي لازم تكون موجوده عشان تقدر تنفذ البيم مظبوط. موضوع الستاندرد، لو البلد اللي انت شغال فيها مش موجود فيها ستاندرد، ممكن تعتمد على اي ستاندرد من دول. بس بنكتب مثلا المشروع دوت، بنكتب كده في حاجه اسمها البيم ستيشن بلان، احنا هنشتغل باني ستاندرد. هنشتغل مثلا بالاي اي اي او جي اس اي او جي اي سي او الان اي بي اس او البي اس اي او البي اس اي، كل الستاندرد دول مفيش اي مشكله فيهم. الفكره ان احنا نبقى محددين بحيث ما بقاش شغالين في مشروع والمقاول شغال بستاندرد والاستشاري شغال بستاندرد ومش متفقين على حاجه. لا، لازم في البيم اكسكيوشن بلان بنحدد احنا هنشتغل باني كود. تمام. ففي الشركه هنبدا نخطط ازاي هنعمل بيم، وبعد كده نبدا كورس تعليمي، وبعد كده نعمل مشروع صغير نطبق فيه، وبعد كده لو قدرت تطبق البيم مظبوط في مشروع صغير، حتى لو حمام ومطبخ او اوضه، قدرت تطبق بكل التفاصيل معماري وانشائي وكهروميكانيكال من اول ما ابتديت لحد ما عملت اكسبورت للبي دي اف وللاوتوكاد، يبقى انت كده عديت يا معلم. عشان نعمل بيم محتاجين ان احنا يبقى عندنا بروسيسز وانفورميشن وبرسونال، ونحدد الاستخدام تبقى عامله ازاي، والانفراستراكشر والاستراتيجي. محتاجين يبقى عندنا معرفه بالاهداف اللي هنستخدم فيها البيم، وازاي هنقدر نقدر نغير الفكر الاداره، ونقدر نحدد البيم ده احنا هنحتاجه في ايه، هنستخدمه في ايه بالظبط، ايه العمليات اللي هتتم، ازاي هندخل معلومات الانفراستراكشر بتاعتنا تبقى عامله ازاي، عمل تدريب للاشخاص وتحديد لكل المهام بتاع كل واحد فيهم. فاول حاجه لازم نعملها لو انت دخلت شركه وقررت انها تبدا تشغل بيم، ان انا اعمل تقييم للشغل، وبعد كده احدد احنا موجودين في اي مرحله، وبعد كده نحدد ازاي نتنقل للمرحله اللي بعديها. تمام. ولازم نكون صدقاء مع نفسنا، مفيش حد يقول ده شركتي فانا اقول ان انا خلاص وصلت الليفل 3. لا، انت مثلا بتحدد ان انا موجود في المرحله ديت. تمام. فايه الخطوات اللي ممكن اعملها عشان اتنقل الخطوات اللي بعديها، من ناحيه التكنولوجيه، من ناحيه العمليات، من ناحيه السياسات، ايه اللي انا محتاجه. فانت تحدد انت موجود في اي مرحله وايه اللي اعمله عشان اتنقل للمرحله اللي بعديها. مفيش حد هيكون في المرحله ديت وهيتنقل للمرحله دي اوتوماتيك، لازم يعدي على كل جزء جزء. مفيش حد بيكون مثلا شغال من غير كود وشغال من غير نظام وشغال بالكاد ومره واحده هنلاقيه اتنقل ان هو شغال بيم ليفل 3. لا، بيتنقل واحده واحده. فانت بتبدا تناقش كل واحده كل نقطه فيهم عشان تعرف انت وصلت لفين. تمام. بتشوف مثلا هل انت عندك الهاردوير كويس، السوفت وير كويس، في معرفه بالاستخدامات، في معرفه ب ايه الافضل، افضل طرق للشغل بتاعنا، هل عندنا ناس كفاءه لشغل البيم ولا لا. فبتبدا تحدد، تدي نفسك درجات. تمام. بس كل صدق، يعني انا كنت شغال في شركه وبعد ما قعدت فيها سنه قيمتها لقيت وصلت 15% من في التقييم. تمام. مفيش اي مشكله خالص، لازم نكون صدق مع نفسنا ونعرف احنا فين وهنروح فين. تمام. وتحدد المشاكل، يعني ليه وصلنا 15%، طب المشكله فين، طب كذا كذا كذا، نبدا نشوف ايه المشاكل دي ونبدا نعالجها مع بعض. نعم. فبتبدا تقيم الشغل بتاعك بحيث ممكن تكون في 3 4 حاجات كويسين فيهم وحاجتين وحشين، فتبدا تعالج الحاجات اللي فيها مشاكل وتبدا تقيم بقى ده. هل مثلا هل انا عندي مثلا
كود موجود في الشركة ولا لأ، في معرفة بالاستخدامات ولا لأ، في الهاردوير يقدر يشيل شغل ولا لأ. ممكن يكون الهاردوير كويس بس هي المشكلة كلها في النتورك، فنقدر نحل مشكلة النتورك. ممكن يكون المشكلة عند الاي تي، فنبدأ نشوف ايه المشكلة عند الاي تي، ولازم نبقى عارفين نوفر مناخ للشغل. نبدا نشجع الناس انها تشتغل بالبيم، نبدا نحدد ازاي نعلي الانتاجيه، نعرف ان احنا مش بين يوم وليله هنبدا نطبق البيم، لازم هتواجهنا مشاكل، لازم نفهم ان الاداء مش هيبقى زي الكاد في اول مشروع، لا لازم نستخدم وقت، لان هو لو شغال كاد اول مشروع كاد بياخد منه وقت طويل لحد ما ادي تتعود على الحاجه الاول. يعني دي حاجه في التعلم، ان انا لو بعمل حاجه اول مره لازم المخ مبقاش في حاجه اسمها ان انا اعمل على طول، لا لازم افكر في كل خطوه، فده بياخد وقت. زي مثلا واحد بيسوق اول مره بيبقى كل مره بيبعت رساله للمخ، والمخ تقول له تعمل كذا، فبتاخد وقت كتير قوي في التفكير. تمام، لازم نبقى عارفين اي حاجه صح او في نجاح بنبدا نكتبه ونبدا نناقشه ونشوفه هو اتعمل ازاي، اي حاجه غلط بنبدا برضو نناقشها ونشوف اتعملت ازاي. نعرف ايه الستاندرد عندنا، نعرف كل الاجهزه، نعرف كل سوفت وير. نبدا مشروع صغير، ما نبداش مشروع كبير، لان لو بدات مشروع كبير يبقى انت هتاخد كل التيم مره واحده للبيم، فده هيعطل الشغل. وفي اول مرحله الناس كتير بتقعد تسال وما تلاقيش معلومه فتدور عليها. فلو احنا بدأنا بمشروع صغير 5 6 افراد او شخصين من كل قسم، وبدأنا اشتغلنا، وبعد كده مثلا بعد المرحلة بعد كده دخلنا 2 كمان، فبدأ الشركة بدل ما قلنا ايه احنا عندنا 60 واحد 60 واحد تجوا البيم في نفس الشهر، لا ممكن نعمل عملية مثلا في خلال مثلا 6 شهور او سنة، كل شهر 2 يبدأوا يشتغلوا في البيم والباقي شغال كاد عادي لحد ما التانية ياخدوا خبرة، وبعد كده نزود العدد الناس اللي شغالة بيم. هناخد مثلا فترة من الوقت مفيش مشكلة، بنحدد سيستم معين، بنحدد ايه الاكواد اللي هنشتغل بيها، بنجهز تمبليت نبدا نشتغل بيه من خلال مثلا احنا اشتغلنا في مشروع فشوفنا افضل تمبليت وافضل فاميلي وافضل شغل نقدر نشتغل بيه. التمبليت ده بيوفر لك وقت كتير جدا، وجود مكتبة الفاميلي خاصة بالشركة بيوفر وقت كتير جدا. بنبدا نحدد ايه البرامج اللي هنشتغل بيها في عمل موديل، ايه البرامج اللي هنستخدمها في عمل مراجعه، ايه البرامج اللي هنستخدمها في عمل الكوردينيشن، ايه النظام اللي هنعمله عشان ننظم الشغل بتاعنا، ايه الهاردوير اللي هنشتغل بيه. من ضمن مثلا البرامج اوتوديسك ريفيت معماري وانشائي وكهروميكانيكال، 3 دي موديل، سولار ستادي، انك تعمل رندر اند اوك ثرو، تعمل لوحة شوب درونج من داخله، نفس وركس تقدر تعمل 4D و5D. 4D يعني بتبدأ تشوف المبنى وهو بيتبني خطوة خطوة، بيطلع لك المبنى مش بيطلع كتلة واحدة، لا بيطلع الأعمدة وبعد كده سقف وبعد كده الحوائط وبعد كده الأبواب والشبابيك وبعد كده شغل الكهرباء ميكانيكال زي ما هيتم في الموقع بالظبط. تقدر تشوف أي مشاكل موجودة، وبعد كده برنامج مثلا زي الايكوتكت ده مهم قوي في موضوع السستينابيلتي، بيبدا يحدد لك دراسه كامله للمبنى من ناحيه التحليل الحراري وتحليل الرياح وحاجات كتير جدا. توديسك جرين بيلدينج ستوديو من البرامج قوي جدا برضو في موضوع تحليل السستينابيلتي. في برامج تانية زي الروبوت، زي تيكلا، زي بنتلي، زي الاركيكاد، تقدر تعمل تشيك على الموديل سواء مثلا انت بتستعين باحد البرامج او تمشي في قلب المبنى فتكتشف ايه المشاكل، او تحط بعض القواعد سهله جدا تسهل عليك الفحص. بنلاقي ان احنا عندنا اثناء عمل المبنى بنمر بمراحل كتيره، في كل مرحله فيهم بنركز على حاجه. يعني في البدايه احنا بنركز بس على ان احنا نبقى فاهمين متطلبات الملك، ده في conceptual design، بنركز على ان احنا نعمل بيم اكسشن بلان، بنركز على ان احنا نطلع التقارير والروبوت اللي احنا محتاجينها، ان يكون عندنا تمبليت مظبوط، الكوردينيشن مظبوط، الجريد مظبوط. المرحله اللي بعد كده السكيماتيك، بنبدا نعمل موديل بسيط ما فيهوش كل التفاصيل، مجرد بس
يعني الحاجات المبدئيه، لان احنا لسه ما خدناش موافقه، بنعمل سكيماتيك دروينج. في مرحله ديتيل ديزاين بنبدا بقى نخش في التفاصيل، وبنبدا نطور الموديل بتاعنا، بنطلع الحصر وبنطلع لوح التندر من قلب البيم. مرحله الكونستراكشن بنبدا بقى نشوف شوب دروينج، بنبدا نطلع السنجل سيرفيس دروينج، بنبدا نطلع الكومباين سيرفيس دروينج الديتيل. بعد كده نخش في مرحله الاسبلت، بنطلع لوح الاسبلت، وبعد كده في الفاسيلتي مانجمنت بناخد الاسبلت موديل ونشتغل عليه. طيب لازم يكون في المشروع بيم مانجر، ده المسؤول عن حضور الاجتماعات ومسؤول عن اداره المشروع. مفروض ان هو بيقود الفريق، فلازم يكون عنده بعض المعلومات في التكنيكال، بحيث لو حد عايز اي حاجه يقدر يساله. هو بيحدد الاهداف والموديل هيشتغل ازاي ومسؤوليه كل شخص، وهنصدر ايه او هنودي ايه للجهه اللي هتسلم منها الشغل. جداول التسليم، بيقدر المشروع ده هيبقى بكام، بيتحكم في الكواليتي، بيقدر يسيطر عليها، بيقدر يشوف فين المشاكل ويبدا يحلها. وفي بيم كوردينيتور فور كونسلتنت، ده للاستشاري، ده اللي بيعمل بيم ديزاين موديل، وده اللي بيبدا يشوف المشاكل الموجوده فين، ويبدا يشوف التكلفه بتاع كل حاجه، وبيتاكد ان الموديل سليم. في بقى البيم للكونتراكتور، بيبدا يستلم الشغل ويبدا يفحصه تاني ويتاكد ان هو سليم، ويطلع منه يشوف التندر ويراجع الديزاين موديل لو في اي مشاكل، وبيبدأ يستخدمه عشان يشوف اي مشكلة اي كلاشات، اتأكد ان الموديل سليم عشان نبدأ الشغل بيه. لو احنا استخدمنا الموديل، نحاول ان احنا نطلع حاجة هاي كواليتي، نطلع حاجة شكلها كويس، حاجة توفر الوقت، نتخلص من كل الكلاشات، يكون في انتاجية افضل. وهنمشي خطوة خطوة، هنبدأ نشوف نعمل موديل، نبدأ نعمل فحص ليه، نبدأ نعمل تريننج لكل جزء من أجزاء المشروع، مين اللي هيشتغل في ده ومين اللي هيشتغل في دوت، ونعمل بيم جايد خاص بالشركة. ولازم نكون فاهمين موضوع الليفل بتاعت البيم، ونبقى عارفين احنا فين. يعني مثلا في ناس موجودة هنا اللي هو ده شغال كاد وما عندوش بيم خالص، فمش هينفع مرة واحدة اتنين هنا، لا لازم يعدي على مرحلة ان هو يبدأ يشتغل باكواد ويبدأ يشتغل موديل 3D. ممكن يكون عنده هنا مشكلة، يعني الليفل واحد عنده مشكلة ان مش كل اطراف المشروع شغالين بيم وبتبادل المعلومات مع بعض. هنا لا، في تبادل المعلومات، في موديل معماري وانشائي وكهروميكانيكال، وبيعملوا سنكرونايزيشن او بيعملوا ريلود، فبيبدا يشوف شغل التاني. هنا المفروض كلنا شغالين على نفس الموديل، حتى الناس اللي شغاله بسستينابيلتي، حتى الناس شغاله 4D 5D نفس الموديل، وحتى الان ما حدش لسه وصل لها، بس المفروض حسب بريطانيا يوصلوا لها 2020. في حاجة مهمة جدا اسمها بيم اكسكيوشن بلان، الا وهي ورقة محطوطة مثلا بين المالك وبين الراجل اللي يعمل موديل، سواء مثلا استشاري او شركة خاصة بالبيم، بتقول ان احنا هنحدد اهداف معينة، الموديل ده هيتعمل بيه ايه، بنزود الانتاجية بتاعتنا ازاي، ايه الاكواد اللي هنمشي بيها، ايه مين المسؤول عن كل حاجة. يعني لو حصل مشكلة في قسم معماري انشائي كهروميكانيكال في الموديل، مين المسؤول اللي انا اقدر اكلمه، رقم تليفونه وايميله، هو شغال في الشركة ايه، وازاي اتواصل معاه. تمام، لان مش معنى اتصل بقسم الانشاء كله، ده هو شخص واحد بس هو اللي اقدر اكلمه في الموضوع دوت. فازاي هنقدر نراقب ونتحكم في التكلفه وفي الجدول والسكوب كواليتي. ان شاء الله هنمسكها اكتر من مره في الكورس بتاعنا، وكل مره هنشوف نموذج بحيث ان احنا يبقى عندنا خبره ونعرف نعمل البيم اكسكيوشن بلان. تمام، فلازم في الاول ان احنا بنحدد الاهداف بتاعتنا، ويبقى في تبادل المعلومات وتبادل الاهداف بين افراد المشروع، محددين في كل مرحله من مراحل المشروع ايه اللي احنا مطلوب مننا وايه اللي لازم ان احنا نعمله، ونحدد الخطوات، يعني مين اللي هيبدا يعمل ديت، وبعد كده مين اللي هيعمل الحاجه الثانيه، ومين اللي هيعمل الحاجه اللي بعديها. يعني مثلا مين هيحط اللايتنج، هل بتاع الكهرباء ولا بتاع المعماري، ولو حط ده بتاع المعماري ازاي بتاع الكهرباء هياخدها. فبنبدأ نحدد الخطوات. طب الأعمدة الإنشائية مين اللي هيحطها، هل المعمار هو اللي يحطها ولا الإنشائي هو اللي هيحطها. دي بتنفع كل حاجة من دول بتنفع، فلازم نحدد في الشركة ايه الأنسب لينا في المشروع.
بنحدد التبادل المعلومات وهنطور ازاي ان احنا ناخد المعلومات دي ونستفاد منها، بحيث ممكن مثلا الاوبريشن او الناس اللي هتشغل المبنى محتاجه طريقه معينه للمعلومات، ازاي هنصدرها لهم. بنحدد ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها في المشروع، مثلا محتاجين جهاز معين او محتاجين حاجه معينه بنبدا نحددها. واحنا بنبدا بنحدد ايه الاهداف المشروع، ممكن تكون بنحدد حاجه في اخر مشروع، المشروع ده هنستخدم مثلا في الكوبي على اساس ان احنا نشغل المبنى، فبنحدد من قبل ما نبدا ان احنا محتاجين ندخل موضوع الكوبي في قلب المشروع، فده بيسهل لك كتير بدل ما تيجي في اخر مشروع وتضيع وقت. بتحدد ايه اللي انت هتستخدمه، دي الورقه دي جميله جدا، بتقول لك مثلا ان انت لو عندك استخدام كتير للبيم، تقعد مع الملك وتقول له انت محتاج انهي واحده فيهم، وفهمه ان كل واحده فيها مثلا هتكلفك قد ايه. فمثلا اللايتنج اناليسيس، هل انت عايزها ولا لا؟ تمام، فهو بيبدا يشوف انهي واحده فيهم الانسب ليه. ممكن هو مثلا يسهل على نفسه يقول لك انا مهتم قوي بالوقت، فتبدا تختار له الحاجات اللي هتوفر له الوقت. انا مهتم بالسستينابيلتي، فتبدا تختار له الحاجات المهمه في السستينابيلتي. طبعا في حاجات اجباريه، هو مثلا ان انا يكون عندي 3D ديزاين كوردينيشن، ده ما فيش اي مجال ان حد يقول انا مش عايزه. بس ممكن واحد يقول لا انا مش مهتم بالانرجي اناليسيس مثلا، تمام، انا اهم حاجه بالنسبه لي ان يكون في المعلومات سليمه والموديل اللي يتم في وقت قياسي وحاجات زي كده. انا بقى بنحدد بالتفصيل مين المسؤول عن ايه، مين اللي هيبدا ايه، مين اللي هياخد ايه، مين اللي هيتواصل مع ايه، الموديل مثلا لما هيجي بالمعماري هيروح لفين، والحاجات دي كلها لازم تتم بخطوات واضحه ما فيهاش اي شك خالص. بنحدد المعلومات ودرجه ال او دي اللي هتبقى موجوده وازاي هتثبت المعلومات بالتفصيل. بنبدا نشوف كل واحده فيهم ايه الاستخدام بتاعتها، دي كتب اهم كتب اللي ممكن تفيدك. عندك مثلا البيم بروجكت اكستيوشن بلان جايد، ده ممتاز جدا، البروجكت بروكيورمنت بلان، الاورجانيزيشنال اكستيوشن بلان، الاورجانيزيشن استراتيجيك بلان، دي كتب بتسهل عليك فهم الموضوع دوت وبتديك زي تمبليت تبدا تشتغل من خلاله. وتقدر تحدد بقى، المفروض ان انا مثلا هنا في بداية المشروع مين اللي هيبدا وهيدي لمين وهيروح فين وكل حاجة هتتعمل ازاي في قلب المشروع. كل كود من دوت بيبقى ليه بعض المزايا والاستخدامات، ولازم نكون فاهمين ان البيم ممكن تاخد منه مزايا كتير قوي، بس كل واحده من دول هتاخد بالك وقت وتكلفه. هو ممكن الملك يقول لك انا مش عايز حاجه غير 4 دي، انا مش عايز حاجه غير 5 دي، انا كل اللي يهمني ان ما يبقاش في كلاشات، مش عايز اي حاجه تانيه غير كده، مش مهم عندي الحصر، مش مهم عندي. فتبدا تحدد ايه اللي انت عايزه بحيث ان انت توفر على نفسك الوقت وتقدر تطلع الحاجه في ميعادها. ال LOD هي درجه تفصيل ليفل اوف ديتيل او ليفل اوف ديفلوبمنت، فلازم تحدد في كل مرحله انا هسلم ايه. يعني في الاول بسلم موديل بسيط ال LOD 100، وبعد كده بطوره وخليه ال LOD 200، وبعد كده بطوره في التسليم بعد كده ال LOD 300 وهكذا. في الكونتراكت العادي بنبدا نحدد بعض الحاجات، ايه الحاجات المطلوبه، تنظيم الملفات، مين هو الملك بتاع الموديل وهكذا. انما في الجزء الخاص بالكونستراكشن بلان ممكن بنخش بقى في التفاصيل، في الاهداف، في الاستخدامات، في العمليات، في الميتنج هيبقى كل قد ايه. فببدا انظم الشغل بتاعي، بعرف مثلا ان هستخدم البيم مثلا في الانشاء هيبقى يتعمل ازاي، الاناليسيس هيتعمل ازاي، التبادل المعلومات هيبقى عامل ازاي، الاستخدام بتاعته هتبقى عامله ازاي. ومن خلال تجارب كتيره لازم يكون عندك شخص قائد يرجعوا له لو في اي مشكله، واحد يكون عنده خبره في البيم، حتى لو الفريق كله لسه اول مره شغال بيم، على الاقل واحد بس هو اللي عنده النولج ان هو لو عند حد عنده سؤال يقدر يجاوب عليه. لازم يكون في شفافيه، ما فيش حد يكتم المعلومه او معلومه تبقى خفيه عن بقيه الناس. البيم اكسكيوشن بلان بنطوره اثناء ما احنا شغالين، ممكن حد خرج من المشروع، حد جه من المشروع، فبنبدا نطور البيم اكسكيوشن بلان.
ما تحطش كل التفاصيل في البيم اكسكيوشن بلان. البيم اكسكيوشن بلان لو حطيت كل التفاصيل ما حدش يقراها. يعني لما بتعمل حاجه بقى في 200 ورقه او حاجه زي كده، لا هي 30 ورقه كويس قوي ان انت تحط الحاجات اللي انت عايزها. ما تحطش مثلا سماكه الخطوط كلها في البيم اكسكيوشن بلان، لا اعمل كده سطر واحد ارجع لكذا. انا مره كنت بشوف حاجه زي كده وكان عامل الجزء الخاص بالال او دي 100 صفحه، بينما انا لما عملتها عملتها سطر واحد بس. ازاي؟ قلت له ال او دي هنرجع للكود فلاني، خلاص خلصنا. تسميه الفاميلي برضه هو سطر، ما بقعدش ارغي. ممكن مثلا تسميه الملفات لانها مهمه هروح كاتبها مثلا في سطر واحد بالامثله بتاعتها وخلصنا على كده، تمام. فلما انت تقعد تكبر فيها ده مش صح، انما صح مثلا 30 35 صفحه كويس. الفاميلي نيمنج ممكن تروح قايل سطر واحد، انا هرجع مثلا لكود بي اس 8541، ده كويس جدا في طريقه تسميه الملفات، هنسميها مثلا بالشكل الفلاني، فده بيسهل عليك الشغل بحيث ان انت اول ما تقراها تعرف الفاميلي دي بتاعت ايه، دي هل دي ميكانيكا، هل دي كهرباء، استخداماتها ايه، وهكذا. البيم اهم حاجه فيه موضوع التعاون وتبادل المعلومات، وان ما بقاش في حد عنده معلومه مش عايز يديها للتاني، والا هنوصل للمرحله ديت ان ما فيش تبادل معلومات، ف لما جم يوصلوا حاجات ببعض ما وصلتش. لازم يكون الكوردينيشن متطابق مع بعض، والا لما تيجي تسحب الملفات هتلاقي كل حاجه بعيده عن بعض، فلازم تهتم بالنقطه ديت. الكراش ديتكشن المفروض بيتم كل اسبوع او كل 3 ايام، تبدا تشوف المشاكل، ما تستناش لاخر المشروع وانت بترسم حاجه جديده، تقدر تظهر شغل الناس اللي معاك وتقدر تشوف هل فعلا في كلاشات ولا لا. كل عنصر حاول تستخدم له رقم خاص بيه، يونيك اوبجكت اي دي، ده هيسهل لك كتير جدا في الشغل، ان انت لو عايز تعمل سيلكت على اي حاجه هيبقى سهل. الكلاش ديتكشن برضه هيقدر يعمل لك يقول لك الرقم الفلاني، فتعرف توصل الحاجه دي بالظبط قد ايه. من ضمن الحاجات الكويسه ان انت الاجهزه بتاعتك كلها تبقى نفس الماركه، لو انت بتستخدم اكتر من حاجه هتلاقي في مشكله كتير جدا، وهتلاقي ان انت بتضيع وقت، وهتلاقي ان انت اغلبيه الوقت بتقضيه في المطبخ عمال تشرب شاي وقهوه لحد ما هو يعمل سنكرايزيشن او يعمل ريلود للشغل، لان الاجهزه لما تكونش متوافقه بتاخد وقت. يعني اختارهم كلهم نفس الماركه وكلهم نفس المستوى. خطط كويس جدا للبيانات بتاعتك، لان لو انت مش مخطط لها هتلاقي ان انت بعد ما اشتغلت فوجئت مثلا ان شغل الميكانيكا تقيل قوي، فمن الاول قسمها، خلي مثلا المايه لوحديها والدرين لوحديها والفاير في موديل لوحده وهكذا. اقبل بقاعده الاتنين انش. يعني ايه 2 انش؟ ان في حاجات تفاصيل كتير قوي مش هينفع تحط في الموديل، لو حطيت كل تفاصيل الموضوع هيبقى ممل قوي، ومش هيقول لك لا، بس هتلاقي الموديل بدأ معاك، هتلاقي ان انت يعني في تفصيله مثلا بتاعت نقشه بتاعت حاجه في مثلا كورنيشه معينه لفه في المبنى كله، فلو قعدت تاخدها هتاخد منك وقت كتير قوي، فده ممكن تعملها في جزء معين تكون انت عامله مثلا ديتيلز او عامل عليه زوم وخلاص. مثلا السبورت بتاع السقف الصوت لو قعدت تعمله هياخد منك وقت كتير قوي وهيتقل الموديل، فلو انت محتاجه اعمل حطه، انا ما بقولكش ان هو مش هينفع تحط بس الفكره ان هو هيتقل. مثلا الرشاش بتاع الحريق، في ناس بتحط واحد يكون مليان تفاصيل وهو بيكرر معاك الاف المرات، فكل التفاصيل دي مع الاف المرات بيبقى تقيل جدا على الموديل، بينما انت لو طبعته مليون في المية بيطلع نقطة واحدة بس، يعني كل التفاصيل دي هي بتطلع نقطة واحدة، فبتلاقي نفسك بتهلك الجهاز ومش هتستفاد منها خالص. حاول يبقى عندك ستاندرد وبتطور باستمرار، حاول ما تتخطاش ال ال او دي اللي المفروض توصل في المرحلة ديت. يعني انت المفروض مثلا في المرحلة دي هتسلم ال او دي 100، ما ياخدكش حماس وتسلمه يقول له دول 300، لا مرحله مرحله على اساس ان انت ما تبذلش جهد وفي الاخر تلاقي في حاجه فيها تعديل فاضطر تهد الشغل وتعمله تاني. الليلو دي بيبقى مثلا 100 بيبقى فيها تفاصيل قليله، 200 بيبقى تفاصيل اكتر، بندخل مثلا الابعاد. الليلو دي 100 مثلا بقول له انا رسم لك عمود بس ما تهزوش، ده مجرد شكل،
بعد كده مرحله مرحله بنبدا نوصل لدرجه ان اللي قدامي 500 ده الحاجه اللي اتنفذت فعلا، وده يعني خلاص هو ده الاسبلت بتاعي، فبقى في الماركه وفي التاريخ وسعره وتاريخ الشراء وكل حاجه. في قاعده ان انت ما تضيفش اعضاء جداده اثناء ما الحاجه بتحصل، يعني ما تجيش اثناء مثلا تسليمه ونص لك اسبوع وتقول انا عايز الناس يشوفوا يشتغل معايا، ما هو هيجي يقعد اسبوع على ما يفهم المشروع. فحاول تبقى عندك النظره المستقبليه، لا انا مش هلحق، طب خلاص قبلها مثلا باسبوعين ثلاثه ابدا اشوف مثلا حد يجي يساعدني او كده. والافضل لو هم مضطر ممكن تخليهم يخش معاك مثلا في ان هم يظبطوا لك الشتات، يظبطوا لك النوتيشن، يظبطوا لك الطباعه، الحاجات اللي هي مش محتاجه فهم للمشروع. البيم ميتنج لازم كل فتره نعمل اقل حاجه مثلا مره في الاسبوع، بنقعد مع بعض ونشوف المشاكل، ومعانا حد فاهم في 3 دي وال 4 دي فيبدا يجيب لنا الموديل ونبدا نشوف المشاكل ايه ونبدا نحل المشاكل، بحيث نشوف في كلاش مثلا فمين اللي هيحلها، مين اللي هيحرك الشغل بتاعه. موضوع البرمجه برضو في حاجات كتير بتاخد وقت كتير قوي، بينما لو عملتها بالداينامو او اي لغه من لغات البرمجه هتوفرك كتير قوي. ففكر في موضوع البرمجه، لان في حاجات كتير بتاخد وقت بينما بالبرمجه بيوفر لك وقت كتير جدا. انا مريت بالموضوع ده كتير جدا، كان في حاجات بتتم مثلا تاخد 3 4 ايام فالواحد بيعملها خلال 5 دقايق من خلال ان هو يكتب كود صغير يحل له المشاكل ديت. فابدا استخدم البيم، ما تتفرجش، ابدا تدرب الاستاف، ابدا شوف السوفت وير اللي انت عايزه، اختار السوفت وير اللي انت عايزه، ابدا طبق البيم وهتلاقي استفادة كتير جدا. بس تبدأ تستخدم البيم. البيم هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك موديل زي الكاد واحسن، وهيطلع لك تقدر تفتحه على الكمبيوتر او التابلت او السمارت فون، بحيث تقدر تتواصل اثناء ما انت في الموقع. معلومات كاملة عن المبنى، معلومات كاملة تنفع في اي سيستم انت عايزه، بتكامل مع كل السيستمز الموجوده في المباني. ده الموديل مثلا تقدر تاخد منه سيكشن، تقدر تاخد منه بلان، تقدر تاخد منه لوحه ديتيل، تقدر تاخد منه اسكادولات، تقدر تشوف حاجه في غايه في ال 3 دي ديتيلز زي ما انت شايف، تقدر تاخد سيكشن 3 دي، تقدر تشوف سكاشن 3 دي، تقدر تاخد كونستراكشن موديلنج بتفصيل التسليح زي ما انت شايف، تقدر تاخد ديتيل للوح الكهروميكانيكال، كلاشات، اي ديتيل انت عايزها، اي كونستراكشن دروينج، اي 2 دي، تقدر تاخد رندر عالي جوده. الفري بيشتغل مثلا في الريفت فبيديك جوده عاليه زي ما انت شايف. في تحليل للسستينابيلتي ده ايكوتكت. الفور دي تقدر تضيف البعد الرابع بسهوله. الفايف دي تقدر تاخد جداول كامله في ثواني، الجداول دي بتبقى جاهزه هو بيبدا يملاها من خلال الشغل بتاعك. تقدر تقدر تكلفه بالظبط اللي انت عايزها، تقدر تشوف موضوع الفاسيلتي مانجمنت، وزي ما انت شايف ده الموديل بيم، تقدر تاخد منه بلان، سيكشن، ديتيلز زي ما انت عايز. شكرا لكم، واتمنى لو حد عنده اي مشاكل يتواصل معايا وان شاء الله نبدأ نحلها مع